بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. إن شاء الله النهاردة بنكمل مع درس من دروس أدوبي لايت روم. هو المفروض المحاضرة السابعة، بس هي النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة بسيطة خالص، اللي هي النويز أو بيسموه بالعربي التشويش، اللي هي لما بصور وبرفع الاي اس او بلاقي عندي في نقط في الصورة، أو اللي هي صورة محببة كده اسمها نويز. طب ده بيتشال ازاي؟ بيتشال ازاي في ادوبي لايت روم؟ طبعا في الغالب بتظهر معايا لما بصور في إضاءة بالليل، لما الإضاءة بتبقى بصور منظر ليلي والإضاءة بتاعتي ما بتبقاش مظبوطة، فبالتالي أنا لما بعلي الـ ISO في الكاميرا بتظهر معايا النقط دي. طب النقط دي أشيلها ازاي؟ موضوع أبسط من البساطة في ادوبي لايت روم، اللي هو انا طبعا عارفين عندنا القوائم اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها. بروح هنا على الديتيل، بروح عند النويز برودكشن، الخيار بتاع اللومينس او السلايدر ده بحركه كده زي ما احنا شايفين، بلاقي يورست طارت النويز بالشكل اللي احنا شايفينه. ممكن اعلي الكونتراست شوية والكالر برضو ازوده شوية، ممكن اقلل دي شوية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، شايفين زي ما احنا شايفين طارت النويز اللي في الصورة. وهتيجي دلوقتي الصورة افتر وبيفورم. طبعا لما بتعمل الخيار بتاع النويز ريدكشن ده بيسحب شوية من الرامات، لانه هو بيعمل ايه، هي فكرته ان هو بيعمل بلور على البكسلات اللي في الصورة اللي فيها النويز نفسها، أو اللي فيها مشاكل في النويز زي ما احنا شايفين دلوقتي. طيب تعالوا نقفل هنا، دي الصورة، شيل بقى ده خالص طالما مش راضي يشتغل. طبعا هنا اللوك ده بيوريك بالتعديل، او برضو زي افتر وبيفور كده، قبل التعديل لما بفتحه ده بعد التعديل بلاقي عندي ان الصورة بقت سموز اكتر، بقت ناعمة اكتر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فبالتالي انك تقدر تتعامل مع كل الصور، متهيألي البرنامج بيدينا خيارات قوية جدا تقدر تتعامل مع اي مشكلة في الصورة. واستنوني في الدرس الجاي إن شاء الله.